ازيك يا عمر؟ ازيك يا توتة؟ سمك، كابوريا، جمبري، وايه العفريت ده؟ استاكوزا؟ هو في ايه؟ عشان ايه الاكل ده كله؟ عشان ما يجراش اللي جرى. كل ده جرجير؟ وبعدين ده اصله يعني يعتبر اسراف ملوش لازمه، انا اصلي كمان ماليش تقل على السمك. كل جمبري. ما احبوش. طب كل كابوريا يا بابا. برضه يعني ما احبهاش. ما تسمع كلام الولاد. اصل المشكله مش في الاكل ولا نوعه، يعني بالعكس الاكل كل ما كان بسيط كل ما كان افيد. انا اول مره اشوفكم بتتخانقوا على الاكل. اصل بابا ما بيحبش السمك، عنده نقص في السمك. اسيبه بقى لغايه ما تجيله انيميا في الفوسفور. الله 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 الله. ايه يا الهام؟ مش كده العيال يا خساره الفلوس. راح تشتري سمك وجمبري بميت شهر واستاكوزا كمان، ويا ريت له لازمه. ما هي الناس كلها بتقول كده. انت بتصدقي الكلام ده؟ لو كان السمك بيجيب نتيجه كانت البسارية الواحده تبقى ب100 جنيه. الحاله ليها اسباب تانية خالص يا الهام. يا سلام. طب وساكت ليه؟ ما تتكلم. التحريات شغاله، اول ما هنوصل للنتيجه هقول لك. الاولاد بيذاكروا؟ توتا بترسم وعمر راح النادي. عمر، عمر يا ترى عامل ايه؟ يا بابا؟ لا ده انا لقيت نفسي قدام النادي قلت اخش اتمشى شويه. والله انا بقى لي 5 سنين ما جيت هنا. هتتمشى ازاي وانت لابس كده يا بابا؟ اه وانا داخل اختراق ضاحيه انا جاي اتمشى في رنجي. والسلام عليكم. مين فيهم صاحبتك؟ لا دي ولا دي، بس من الشله يعني.